انا وذا تقول من انا ابو محمد بن خير محمد بن خير محمد بن السلام عليكم سيتو بالخير جميع يا مرحبتين عارفين عزيز عالم طيب ونعم معك جود اخو محمد طبعا اي نعم يا مرحبا طول عليك يا مرحبا فيك ابشر امورك بعد الحمد لله سعيد لا لا ابدا تحيه اهل المجمع يا مرحبتين يا ابو فجر محمد محمد مطيري يا ابو فجر وين انت يا ابو فجر شلون صحتك منورين بالشاشه اي والله نور نورك والله الله يسلمك الناس اللي تجينا هنا دعم وقسم بالله الله يسلمك ما يحتاج له اسبوعين وثلاث ويهود ايش كل ما جيت برا البيت ايش كيف وين جيبوا البنات يلا جيبوا الله يعينكم يا مرحبا في بعد بينصدم اي تو صوت عليه ابو فجر ابو فجر محمد مو بمعنى محمد محمد في شخص جاي توقع منه من هو بس؟ ها؟ طالب لا تعال تعال لا تناظر شوف ما سلام ورحمة الله وبركاته. أرحب. هلا عبد العزيز الله حييه. شنو ساعتك؟ كيف الحال؟ ساك طيب. شلون؟ كيف الحال؟ ساك طيب. ساك بخير. شلون صحتك؟ مرحبا. يا رحيم. طيبين. ساك بخير. أخوي رجيل. نعم والله سبعين نعم. مفجر. يا مرحبا مقانيس ترى. كيف الحال؟ مفجر. هذا أنا شريف. هلا شريف. سهلا يا مرحبا شرفتنا الله يحييك. وش حالك؟ من الجامعة. اللي صور مني. وينه؟ ساكم بخير يلا حي حبيب. كيف حالك يا حبيبي ساكم بخير طيب اهلا طيب. اهلا الحال طيبين شلونك ساكم بخير صح منورين ترى كلكم حي مرحبا ومسهلا عبد العزيز كيف الحال اهلا وسهلا يا مرحبا بحصه الله يحييك ساكم بخير يا مرحبا يا مرحبتين كيف الحال ساكم بخير طيبين مبدعين كلكم ترى الصحة اي والله شلون صحتك ساكم بخير تعال ابو نسلم على الشيخ محسن يا مرحبتين اهلا وسهلا مرحبا الله يحييك العزيز اخو ابو فجر ساك طيب ساكم بخير شلونك شلون صحتك طيب ساكم بخير مرحبا قادر يا الله يحييك مرحبا لال شلونك ساكم بخير طيبين بارك فيك كيف الحال عمي واحنا عمي يا شلون ابو فجر نورك ما شاء الله تبارك طيب. كيف الحال كيف الحال ساكم بخير وانت برو معنا تعال بحسن الله كريم شلون صحتك اخواني طيبين ساكم بخير سلمون عليكم كلهم يلا على العائله كلهم ايش نسوي باش ايش الاخبار شلون طيبين امورك طيبه ساكم بخير الله يبارك فيك ابشرك الحمد لله كيف الحال ساكم خير مثل مطير غازي الله يسلمك ما يحتاج هاد راس كلكم داعمين البعض ما شاء الله عليك الله شرفك طقطق طقطق مرحبا تبون مشراك مشراك يلا هذه كلها يلا حكم احسن